مبروك الفوز. الله يخليك ابو حميد، ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك، الله يبارك فيك. تحياتي وتحيات كابتن عادل طعيمه وكابتن رضا شحاته. اهلا بيكم، منورين كابتن عادل طعيمه. طبعا كابتن رضا، ازيك يا ابو رضا؟ حبيبي يا كابتن طارق. يا كابتن تحياتي لمصر، ازي حضرتك؟ كابتن طارق، فوز مهم وصعب في الدقائق الاخيره، هدف جميل جدا بالنسبه لكريم طارق، ولكن خليني اقول لحضرتك عوده شماتس مره تانية لتشكيله فريق بتروجيت ادت انتعاش. اكيد بقول الحمد لله والشكر لله طبعا على المكسب. هو مكسب مهم جدا في وقت صعب جدا، في وقت النقطه فيه ليها طعم وليها ثمن. فما بالك بقى بثلاثه بونت من فرقه محترمه زي طالع الجيش، دي حاجه برضو تحسب للولاد. يعني مفيش شك شملت، انا لما جيت الولد كان عنده مشاكل يعني نفسيه داخليه بينه وبين نفسه، ان هو كان تقريبا من سنه كده النادي الاهلي طلبه، وبتروجيت تقريبا عرضوا مبلغ كبير، فالنادي الاهلي تراجع، فالولد حضرت له حاله احباط يعني. فانا لما رحت لقيته محبط جدا، نعم، ومتضايق وزعلان، فرصه بالنسبه له النادي الاهلي وكده. فقعدت معاه قلت له والله انا ما عنديش مشكله، اشوف عرضه وتمشي يعني، لو انت عايز تمشي امشي. وفعلا خد بعضه ومشي ولم حاجته على اساس ان هو هيروح نادي يعني وكده، وقال لي خلاص اوكي، وانا وافقت له. وفوجئت بعد 4 ايام كده من تولي المسؤوليه، حتى هو ما كانش موجود معايا في ماتش الاولاني اللي هو الانتاج الحربي يعني. نعم. ففوجئت لقيته راجع بيقول لي يا كابتن انا خلاص انا قاعد معاك وكده. قلت له بص، انا عشان تقعد معايا انا ليا شرط. قال لي ايه؟ قلت له تشتري دماغك خالص وتطرد دماغك خالص في الملعب وما اسمعش كلمه امشي دي، وانت لعيب كويس وعاجبني، لو انت ما خدتش فرصة حقيقية آخر موسم امشي، بس ما اسمعش صوتك تاني وتقول لي إن أنا عايز أمشي وإن أنا قرفان وإن أنا زعلان. موضوع النادي الأهلي ده خلاص ولا النادي الأهلي لما يعوزك، الزمالك لما يعوزك، أي نادي هيعوزك، أنا ما عنديش مشكلة. أنا ياما رحت أندية وسبت أحسن لعيبة فيها لمجرد إن الزمالك أو الأهلي عايزينها. ليه؟ لأن أنا ما بحبش أقف في طريق حد أو مستقبل حد يعني. طيب كابتن، فده كان شرطي له. فالولد امتثل ولعب واديته فرصته، وهو الحمد لله بيأدي بشكل جيد دلوقتي يعني، من اللعيبه المهمه عندي الحمد لله يعني. بكل تأكيد ايضا وجود علاء علي و اتشيمبونج الصراحه ابتدى يخش ايضا في اجواء فريق بتروجيت، وفوز الصراحه كان مهم يا كابتن. الان بتروجيت اعتقد يحتاج الى فوز واحد للبقاء رسميا داخل الجدول. هو طبعا الحمد لله والشكر لله طبعا، احنا يعني الفرقه استلمناها عندها 17 بونت في المركز ال 12 او 13. طبعا كان بيننا وبين الفرقه الثالث من تحت اللي هي المفروض انها تنزل حوالي 3 بونت، فلما الفرق يوصل ل 10 بونت وتوصل لمركز تاسع، دي برده بحد ذاتها الحمد لله بفضل الله، ده كرم كبير جدا من عند ربنا. وفي نفس الوقت انت بتتكلم على مرحله جديده ثاني خالص، انت كان ليك هدف وهو انك تبعد عن المنطقه اللي تحت، دلوقتي الهدف اتغير شويه وده وصل للعيبه، ان انت لازم تلعب على مركز متقدم بقى شويه يعني، على الاقل تخش في الستة الاوائل او السبعة الاوائل. فده الكلام اللي احنا بنقوله للعيبه. مفيش شك طبعا ده هياخد مجهود وهياخد تركيز منهم، واحنا قلنا لهم ان احنا املنا في ربنا وفيهم كبير، اتمنى ان هم يستوعبوا النتائج اللي فيها تحسن كبير ان شاء الله الحمد لله في الفتره اللي فاتت، ويستثمروه بشكل جيد، ويحاولوا بقدر الامكان انهم يحطوا بتروجيت في مكانها الطبيعي. بتروجيت الاول يا محمد كان فرقه صراحه كان ليها باع طويل، ومن الفرق اللي صراحه يعني بتصدر كمان لعيبه كبار يعني لا كان وليد سليمان ومحمد كوفي ومحمود عبد الحكيم ومحمد شعبان ومحمد واحمد كان لعيبه كبار. كابتن كان تيم مرعب يعني ايام الكابتن مختار ومحمود عبد الحكيم، كان تيم مرعب. كابتن مصر ونادي الزمالك كابتن طارق يحيى، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الوقت عندنا ده